أسعد الله أوقاتكم. الآن أنا موجود في مرسم الفنان التشكيلي الكبير محمود بوليس، وهو حارس الذاكرة الفلسطينية. سيشارك معنا إن شاء الله في المعرض الفني التشكيلي الذي سيقام ضمن فعاليات دورة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة. سيقام 1/8 يوم الاثنين الساعة 6 مساء. ومحمود البوليس معروف عنه أنه هو المؤرخ للذاكرة الفلسطينية عن طريق الفن التشكيلي. تفضل أستاذ محمد، احكي لنا عن مرسمك وعن إبداعاتك وجهودك. مساء الخير أستاذ فادي، مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم. طبعا هاي جزء من الأعمال الفنية، لأنه ما في مساحة الواحد يعرض جميع الأعمال. توثيق العمل الفني مهم جدا، لأن الصورة هي لغة مشتركة بين كل شعوب العالم، فلذلك ارتأيت أن أوثق القضية الفلسطينية بلوحات توثيقية لكي تبقى الذاكرة حاضرة في قلوبنا ومن أجل الأجيال القادمة. طبعا في عندك جزء كبير جدا من الأعمال الفنية اللي هي مثل صور الشهداء وصور الرموز وصور القادة وصور المناضلين وصور الإعلاميين. طبعا زي ما شفتوا في البداية صورة الإعلامية رحمه الله شيرين أبو عاقلة، أيقونة الإعلام العربي رحمه الله. طبعا هاي مهم جدا إنه نحاول إن نوثقها هاي الأعمال، لأنه دورنا كفنانين وكتاب إن نحاول قدر رسالة الجهة الفلسطينية، القضية الفلسطينية للأحرار العالم من خلال هذه الأعمال الفنية، لأن زي ما حكيت إنه اللوحة هي لغة مشتركة بين كل شعوب العالم يقرأها الجميع. طبعا هذا جزء من الأعمال زي ما حكينا في البداية، بالإضافة للأعمال التوثيقية التراثية للقضية الفلسطينية. يعطيك العافية أستاذ محمود البوليس، حارس الذاكرة الفلسطينية بفنه التشكيلي الرائع المبدع، صاحب الرسالة السامية. كل الشكر لك أستاذ محمود البوليس، الفنان التشكيلي.